من مباريات الديربي والكلاسيكو تبقى مرهونة إلى صافرة الحكم في النهاية. مازال الإقامة، مازالت المباراة، مازالت الخطورة، مازالت الصعوبة، مازالت الأمان الممكنة لكل فريق. بينما ركنية وبالرأس ترجع من الدفاع. الحكم ماذا يقول؟ ركنية وتماس، تماس يبقى بحوزة شبيبة القبائل. كرة ستبقى لنادي الشبيبة. بينما نشوف الروح الرياضية رائعة جدا، لماذا لا تختاروا هذه لقطة المباراة؟ سيبوا هدف جدو، وسيبوا إقصاء شريف يحيى، وسيبكم من هدف تجار هذه اللقطة. ترجع الكرة لفريق الشبيبة. كرة كانت خطيرة لو كانت متابعة هجومية من الكناري. سيد معاوض، سيد معاوض يتقدم، يلعب الكرة لعاشور. 87 دقيقة في المباراة. في كرة تتهيأ لأحمد حسن، يمشي بالكرة أحمد حسن. محاولة التوزيع الآن من شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، وكرة ترتد من الدفاع الجزائري. ياخذ الكرة أحمد حسن، ممتازة أحمد حسن، خطيرة، وهربت من الهجوم لكن رجعت للدفاع. خطا اخر، قل التركيز لا من الشبيبه. الان يضغط اخر المشاوير بكره صعبه مره ثانيه، والدفاع الجزائري عن طريق دويشر. دويشر بالكلام علي ريال، ماتش كبير مع كوليبالي. تمشي كره لفريق الشبيبه، ممتازه جدا كره، يتعدى بالكلام رماش، بالكلام يحاول يهدي اللعب، يمشي بالكره في النصف، كرة في الوسط عن طريق شمس الدين. كوليبالي يلعب كرة طويلة وترجع بطريق الخطأ. قل التركيز طبعا، التوتر، تراجع العنصر البدني للفريقين، الأعصاب المشدودة واللي تشد اللاعبين. كل فريق يلعب لليلاه ويلعب على غايته، وهذا حق مشروع. مع ضغط الجمهور، مع ضغط الوقت وقيمة المباراة، قيمة بطولة كاف شامبيونز ليج، نوصل لدقيقتين والراسية مرة أخرى كوليبالي. ترجع الكرة لفريق الأهلي والراسية، كرة ضعيفة طبعا، كرة ضعيفة طبعا. الحناشي ينتظر نقطة العبور بالنقطة العاشرة، لو يصل إليها فريق الشبيبة الكناري أول الوافدين للسيمي فاينل في الجولة الرابعة. تأكيد ودليل على ما قام به المدرب والفريق وإدارة النادي واللاعبين. الأهلي مشوار اليوم مازال، ومشوار التأهل أيضا مازال. كرة تمشي للأهلي، سيد معوض، سيد يوزع كرة خطيرة، ترجع مرة أخرى من الدفاع. الكرة العالية قلت عليها من ماتش الذهاب، ما عطتش حل لفريق الأهلي، لأنه الأهلي ما عادش عنده فلافيو أمادو بالرأس. قطع النظر على هدف جدو. تمشي كرة جديدة والدفاع بالرأس. دقيقة 90 تقريب في استاد الكايرو. واحد الأهلي، واحد الشبيبة. الانطلاق الهجومي. آخر كرة في الوقت الأصلي. كم إضافة الدقائق للوقت البدل الضايع من ويلينغتون. سيد معاوض يحط كرة. هو الكرة ما تتمش، ما تمرش. شهاب أحمد، شهاب أحمد يسدد كرة عالية. لم يكرر السيناريو مباراة الطيحة ضد الاتحاد الليبي. كرة تخرج عالية، كرة بعيدة. كم أضاف الحكم الزامبي ويلينغتون لمباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل. إصابة إن شاء الله سليمة بالنسبة للأورفي، وسيدخل هداف مباراة الذهاب رقم 11 في تشكيل الشبيبة محمد خوتير المعروف بزيتي. يخرج بديل لعمارة دويشر. إذا دخلنا في الوقت الضايع، الأعصاب مشدودة من الجانبين. معسكر الأهلي ينتظر هدف الفرح والفرج، ومعشر الشبيبة ينتظر صافرة ويلينغتون على نقطة ثمينة جدا لفريق الشبيبة. 4 دقائق وقت بديل، 4 دقائق الوقت الضايع. فريق الشبيبة رغم ما يقال عن صغر سن لاعبيه، معدل اعمار 23 سنة تقريب،
ما خافش من استاد القاهرة، لأن استاد القاهرة صعب يرعب لما 80,000 بتصوت واحد أهلي أهلي، اللعب يخاف. لكن حقيقة هذا ما يحسب للفريق الجزائري، أنه في شخصية في كاريزما، ما تأثرش بالمدرجات وبالأجواء الملعب اللي كانت في قمة الانضباط للأمانة. بركات يدخل بركات، الحل والركنية الثانية على التوالي. أو تماس، تماس 4 دقائق زاد مولينغتون، والمدرب عمل تغييراته الأخيرة مع كرات أخيرة خطيرة، كرة مثيرة تمشي صعبة جدا، والدفاع يتابع، ما زالت بين أحمر وأصفر، ما زالت، وكوليبالي خلص، خلصها كوليبالي. والجمعة ترجع الكرة، شوف الهدوم تاع فريق الكناري وكونتر، ياخذ كرة عودية، محمد أمين تمشي الكرة للهجمة، عودية مرة أخرى ياخذ كرة ويربح خطأ، خطأ على النادي الأهلي. مباراة صعبة وتأكدت صعوبتها من 90 دقيقة. الأهلي لم يستغل النقص العددي، تيرة الشوط الثاني كامل لمنافسه فريق الشبيبة، انكمج دفاعيا تماما في الشوط الثاني، وكان واضح نيته التعادل. الأهلي حاول الحلول، عمل تغييرات، لكن ما لقاش الثغرة وسط الدفاع الجزائري اللي أقوى دفاع في البطولة قلت. بينما خطيرة، أوه على الكرة، خطيرة جدا كانت، كانت كرة خطيرة، وبرافو شريف كرامي، كان سيناريو قاسي جدا في آخر الدقائق. وفي خطأ، هذه آخر كرة وأهم كرة، آخر كرة وأهم كرة، مخالفة لناشي جدو، الكرة الأخيرة، كرة صعبة للفريق المصري. شوف كرة المخالفات الآن، دقيقة المخالفات، وقت ضايع، عنوان فاولات، كرة ردها إكرامي، فكيف سيكون ردك يا عسل يا مالك؟ النادي الأهلي ضد الإسماعيلي سجل في الدقيقة 94، فريق إذا تحسب له حاجة هو روح فريق الأحمر، ما يستسلمش. بينما هنا إنذار، إنذار لإذاعة الوقت من رقم 4 شمس الدين نساك، الكرة الأخيرة، 4 دقائق تقريب وقت بدل ضايع، آخر كرة من شريف عبد الفضيل، تركيز بركات، كيف سيختار الأهلي التنفيذ؟ هل القوة أو البحث عن الرأس؟ تمشي كرة من بركات، لا عبد الفضيل يلعب كرة، بركات ممتازة خطيرة، لا لم تكن ممتازة، لم تكن فكرة ممتازة هذا الاختيار، وخطأ جديد للنادي الأهلي، فاول للنادي الأهلي. ال4 دقائق انتهوا مع آخر كرة، يا عبد الفضيل يحاول، يا عبد الفضيل يمر، خطيرة جدا بالرأس، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا عسلة، عسلة أنت يا عسلة، مش ممكن الكرة، مش ممكن كرة مباراة، الأهلي كان قريبا من الفوز، هي انطلاقات البركات، أين هي من زمان يا أهلي؟ شوف الكرة والروعة على طريقة السرباح بتعلقات دريد، خرجها على طريقة الحراس الكبار، ترجع كرة أخيرة بالرأس، والدفاع الجزائري بعد كرة، 5 دقائق تقريب وقت بدل ضايع، الاتجاه للواحد واحد، لكن ما زالت كرة تمشي طويلة، ويلينغتون يعطي آخر كرة، آخر فرصة، أي إثارة لأصحاب القلوب الضعيفة، خرجت كرة من 6 أمتار الجزائري، الله يعين مشجعي الفريقين أمانة، ملا أعصاب وملا مباراة، الريهان والتحدي الشامبيونز ليج. دخلنا في الدقيقة 6 تقريبا الوقت الضايع، ما زالت الكرة، السيد معوض يرفع كرة أخيرة تمشي خطيرة، أوت، ضربة مرمى للشبيبة، ومعها ممكن يستنفذ الأهلي آخر أماله في كسب لقاء الليلة. تزداد الوضعية تأزم في المجموعة الثانية، الشبيبة 10 نقاط، مبروك السيمي فاينل، وفي المركز الأول، بينما الأهلي 5 نقاط، هارتلاند 4 نقاط، ونادي الشبيبة 3 نقاط، أو نادي الإسماعيلي عفوا 3 نقاط، وبالتالي الجولة القادمة مصيرية، الإسماعيلي يرجع للأمل، الإسماعيلي
اسماعيل يلعب في الجزائر، ثم يستضيف الاهلي في استاد الدراويش. نادي ايرتلاند يمشي لمصر للاهلي ويستقبل الشبيبه في اخر جوله في اويري، والنادي الاهلي يستقبل ايرتلاند في مباراه الحياه والموت، ثم يلعب الكلاسيكو مع الدراويش. هكذا انتهت مباراه القاهره.